وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير متتبعي قناة شيبة زين بهاني. اليوم إن شاء الله عندي وصفة القطبان الغنمي اللي كناخد تقريبا من جهة الفخذ. كاين واحد الحمار ترطبين، ماشي كله، كتكون واحد البليصه اللي كتضغطوا عليها كتكون رطبه، هي اللي كيكون فيها الحمار رطب هكا كيجي في القطبان. بالنسبه لهاد الطريقه اللي غنعمل، ولو يكون اللحم عندكم قاصح راه كيما كديروا هاد الخلطات اللي غنعمل راه كيجي فتي وكيجي رطب، ما كياخذ واحد الوقت كتير كيف درتوه على الفاخر كيف درتوه في شويه الكتريك، لان انا كنشوي عليه شويه الضو. المهم كتاخذوا واحد الكميه على حسب اللي كاين. عندي توابل بالنسبه لي انا استعملت اللحم، ولكن راك عارفين الوليدات اليومين الاولى راه ياكلوا معاك، من بعد ما كيبقاوش يضربوا بالغنمي. يعني خديت لهم واحد الكميه ديال صدر الدجاج او صدر لادان اللي عندكم. المهم انا ديجا قدمته في رمضان من وصفات رمضان، قدمت معكم مائده الافطار وكنت واضعه قطبان ديال لادان او ديال صدر الدجاج. دابا غنحضر معكم القطبان الغنمي وكذلك هذا الوليدات، يعني بجوج مره واحده. المهم عندي العطريه اللي غنحتاج في هذا القطبان الغنمي، غنحتاج كميه من البصل، وغنحتاج فلفل اسود، الكمون، القزبر مطحون، قزبر يابس مطحون، عندي الفلفل الاحمر، عندي هذه الخلطه ديال المشاوي، واحد العطريه تاع المشاوي كتعطي مذاق رائع للقطبان، كتكون خصوصا عند بائع مواد الحلويات الا كان محل كبير صراحه كتكون عندهم مخلطه حتى من القزبر يابس، كتكون فيه كيف ما غتشوفوه معايا كيكونوا فيه واحد التوابل اللي صراحه كيعطيو واحد الطعم رائع. هي راه ما كديروش بوحده، ضروري دير التتبيله ديالكم العاديه عاد كتضيفوها هي الملح وكذلك كميه من القزبر والمعدنوس، اما يكون عندكم في المجمد او لا عاد تحضروه من الاول. اول حاجه كنعملو كناخذوا البصله ضروري نحكوها. علاش كنحكها؟ باش نخلطها مع الملح وهي اللي كطر لي اللحم، هذا هو السر وهذا هو المكون اللي كيخلي اللحم فتي. اول حاجه بالنسبه للحم اللي بغى يستافد منه ويجيه المذاق فيه مزيان كيعمل هاد التوابل كلها اللي ذكرت، يعني فلفل اسود، كمون، قزبر، فلفل احمر، والتتبيله ديال المشاوي، وكيعملهم للحم وكيخليهم ليله كامله، او لا بغاهم في الليل يعملهم الصباح ويخليهم مرقدين يوضعهم في الثلاجه، ولو ديرهم في المجمد راه كيزيدوا غير مذاق زوين. الوقت اللي كتبغيوهم عاد كتضيفوا لهم القزبر ومعدنوس، وكتضيفوا لهم او لا غير المعدنوس، عفوا انا كنوضع المعدنوس بوحدو، وكتشدوا البصله تحكوها وتخلطوها مع الملح عاد كتضيفوها، لا ما كتضيفوش ليه هو في المجمد اولا في الثلاجه، ما كتباتش البصله ما كتبقاش مده، يعني كتخلطوا معها حتى الوقت اللي تبغيوها تقريبا واحد ساعه وتبداو تطيبوا ان شاء الله. دابا اول حاجه غنحك البصله والملح وغادي نوضع التتبيله للحم باش نخليه واحد الساعه عاد نضيف ليه البصله ونضيف ليه الملح كذلك. التتبيله لهذا القطبان، وفي نفس الوقت غادي نوضح كذلك ديال صدر الدجاج. المهم غنسبق دابا القطبان ديال اللحم هما الاولين، غنوضع كميه من الكمون، نتوما عارفين هاد المكون ديال الكمون والقزبر راه ضروريين يكونوا في اللحم. فلفل اسود، وضعت الكمون، القزبر مطحون يابس، وضعت كذلك فلفل اسود. بالنسبه للملح غادي نخلطها مع البصله اللي غنحك، هنا العطريه ديال المشاوي معلقه هكا، وغنوضع الفلفل الاحمر. كاين اللي كيبغي اللون يعني توضعي واحد الكميه مزيانه، وغاديا نوضع القزبر ومعدنوس او لا غير المعدنوس، وغاديا نخلط هاد المكونات ونخليهم على جانب. بالنسبه لزيت الزيتون انا ما كنوضع زيت زيتون، كنوضع قطرات من زيت نباتيه فقط، كنوضع قطرات من زيت نباتيه. وغنحتفظ بهم على جانب حتى يتشربوا هاد العطريه. على ما حكيت البصله وخلطتها مع الملح عاد نضيفها ليها. غناخد صدر الدجاج كذلك نوضعو هنا، غنوضع عليه العطريه ديالو. غي هو هنا بالنسبه لصدر الدجاج غنوضع قليل من صلصه الصوجه، كعارفين المذاق
ضروري نضيفوه حنايا، ما كتكونش فيه واحد المذاق زوين، قطرات من الحامض. وغنضيف كذلك العطريه ديال المشاوي، كزبر مطحون، فلفل اسود، كمون، وكذلك فلفل احمر. وغنضيف نضع كذلك القليل من الزيت، زيت نباتيه، يعني الصراحه بالنسبه لزيت الزيتون وليت كنتفاداه في المشاوي حيت ما خصوش يتحرق نهائيا، يعني وليت كنوضع فقط زيت نباتيه. وكذلك غنوضع على جانب حتى نحك البصله. بالنسبه لهذا راه كيطيب، يعني ماش كيحتاج، ما كنقولوش كيجي قاصح، راه كيجي رطب وكيجي زوين، خصوصا اننا ملي كنرافقوا مع هذا الفلفل بالالوان راه كيعطي واحد المذاق جميل. غادي نغطي عليه حتى هو ونخليه على جانب باش ندوز نحك البصله. بالنسبه للبصله غنحكها في هذا الجانب الرقيق. غنبقى غاديه هكا حتى نحكها باش ما نطولش الفيديو. انا حكيت البصله كيف ما كتشوفوا، غنضيف لها كميه من الملح. ناخذ الملح، يعني غنوضع فيه القطبان ديال اللحم وكذلك ديال لدان، خاصني واحد الكميه اللي تعطيني مذاق. غنخلطهم مع البصله هكا الملحه، نخلطها وعاده غنضيفها للحم، قطع ديال اللحم وكذلك قطع تاع صدر الدجاج، خصوصا القطع تاع اللحم لان صدر الدجاج او صدر الديك الرومي راه كيجيو هشاش بدون ما نضيف لهم هذه الخلطه، فقط غير كتجي البنه لان البصله ما كنضيعوش فيها الصراحه. ملي كتحكوها راه البصله كنستافدوا منها مزيان، راه كنا قطعناها كتبقى غير في الاناء اللي كنخلطوا فيه، ما كتعطيش المذاق بحال اللي حكيتوها، راه كتعطي المذاق جميل الصراحه. الخلطات اللي ضفت الصراحه وعطاو واحد المذاق جميل هي هاد البصله ملي كتحك، وكذلك التوابل ديال المشاوي كتعطي مذاق رائع، وحتى اللون كيجي زوين كيف ما غتشوفوا. وكذلك نخلط هذه وغاديه نخليهم تقريبا واحد شويه حتى نبغي نطيبهم باش يعطيو مذاق جميل ويتشربوا هاد العطريه وكذلك هاد البصله اللي ضفت ليهم. وعاد ان شاء الله ندوز نحضرهم معكم. بالنسبه لهاد القطار انا ضفت لهم القزبر والمعدنوس بعد ما ضفت لهم قبيله الزيت النباتيه، ضفت لهم القزبر والمعدنوس كذلك، وغنخليهم حتى شويه ونبدا نطيبهم ان شاء الله. بعد ما ترقدوا لي القطع تاع صدر الدجاج وكذلك تاع اللحم، انا بديت كنملأ فيهم باش نطيبهم. كيف ما كتشوفوا كندير اللحمه في الطول باش طيب من الجوانب، تحاولوش خليوها تنزل هكا خصوصا اللي كيطيب على الفحم، لا خلى اللحمه نازله، من الاحسن ديروها في الطول باش ما يبقاش شايط لكم ونازل يتحرق. او غادي هكا. بالنسبه لهادو ديال اللحم ما غنوضعش فيهم الفلفل، فقط غير قطع هكا وغنوضعهم نبسطهم. بالنسبه لديال لاداند هما اللي كنوضع فيهم الخضره، كنوضعو في هاد العويدات هكا غير درت قطع كبيره. هو كيجي رطب ماشي مشكل بالنسبه للقطع صدر الدجاج او صدر الديك الرومي، راه كيجي رطب كيطيبش، ما كياخذش واحد المده بزاف، يعني كيطيب مزيان ما كيطيبش قدو قد اللحم في الوقت. اللي بغا يوضع قطعه البصل، غير انا البصل راني وضعتها في الداخل، يعني حكيتها فيه من الداخل هكا، كنمشيو تنملأ القطبان كاملين باش نوضعهم في المشوات الكهربائيه. القطبان بعد ما ملأتهم انا وضعتهم على المشوات الكهربائيه كيف ما كتشوفوا، ديال صدر الدجاج وكذلك ديال اللحم،
حتى يبدو ان شاء الله وتشوفوا معايا في طبق التقديم. هادو هما القطبان اللي وجدت معكم، هادو ديال صدر الدجاج وهادو ديال اللحم. كيف ما كتشوفوا كيجي طري رطب. والى هنا انتهى الفيديو، ونتمنى وصفه القطبان باش يجيو بشاش تعجبكم وتجربوها. والى اللقاء في فيديو جديد بحول الله، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.